يواجه الكثير من الناس مشكلة تكرر يومية، وهي نسيان مكان الجوال المغلق، وهذا يؤثر عليهم بشكل كبير بسبب اعتمادهم على التكنولوجيا. العثور على الهاتف لم يعد صعبا حتى وإن كان مغلقا، الأمر يعتمد على خاصية GPS عبر جهاز AirTag، فضلا عن طرق أخرى تعتمد على نوع الهاتف، سواء كان يعتمد على نظام iOS أو نظام الأندرويد. حنتعرف على هذا الموضوع بشكل أكثر من عمان. نرحب بخبير الأمن المعلومات الأستاذ رائد سمور لمناقشة هذا الموضوع. يعني المشكلة الأزلية اللي بتحصل معانا، أنا قفلت الموبايل وخبيته عن الأولاد ومش فاكرة فين حطيته، إيش هي التطبيقات اللي ممكن نستعين بها، أو إنه ما أدري إذا كان في AirTag أو غيره اللي أركبه على الجوال عشان أستطيع الحصول على جوالي حتى لو انسرق. صباح الخير بداية. صباح الخير. يعني حقيقة إن كان نظام التشغيل أندرويد وإن كان نظام التشغيل iOS، لابد من تفعيل خاصية إيجاد الهاتف بداية. إذا ما فعلنا خاصية إيجاد الهاتف بالسوفتوير كسوفتوير، أنا أعتقد إنه الأمر بيكون صعب. يعني هي هذه الخاصية تيجي في نفس الهاتف؟ هذا جانب. نعم، تيجي بالإعدادات. يعني أنت من خلال إعدادات الهاتف أنت بتفعل هذه الخاصية، بتضويها أخضر، ما بتخليها مطفية، بالتالي أنت الآن هنا تستطيع أن تحدد المكان الجغرافي الأخير الذي تواجد فيه هذا الهاتف قبل أن يطفأ أو تنفذ البطارية. فعمليا إذا فعلنا هذه الخاصية إحنا بنكون مشينا 50% من إيجاد الهاتف. طيب. إذا ما فعلناها الأمور بتروح باتجاه آخر. طيب. هذا جانب. نعم. الجانب الآخر تفضلي. ماذا عن التطبيقات أو الإيرتاج اللي محطوطة على الجوال؟ لا، هو شوفي الطريقة الأنجع والأنجح اللي هي تفعيل الخاصية. هذه هي الإيرتاج. يعني اكسسوار زيادة. نعم، الايرتاج اكسسوار زيادة بيعمل من خلال البلوتوث، في له اعدادات معينة، حتى وان انفصل عن الهاتف من الممكن انه يتم ايجاد هذه الايرتاج من خلال تناغم وتواصل الايرتاج مع اجهزة ايفون. نعم. تعمل على الاي او اس قريبة من 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 الايرتاج، وبالتالي يتم ارسال الداتا الخاصه. نعم. والموقع الجغرافي الخاص الى الاكونت الخاص بالاي كلاود لصاحب هذا الايرتاج من البدايه. فعمليا التحقق من الموقع الجغرافي الاخير الذي تواجد فيه الهاتف من خلال هذه الخاصية. ما هو الأفضل؟ فعمليا يعني أنت لكن 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 في يعني من خلال السؤال أو اللي حضرتك تحدثتي فيه في البداية إنه كيف تجد الهاتف وهو مغلق، أنا أعتقد إنه الجواب نعم وليس نعم أو لا، لأنه بيعطيك مكان. آخر منطقة جغرافية تواجد فيها هذا الهاتف. نعم. هذا الجانب. وإذا تم تشغيل الهاتف مرة ثانية وتشغيل الإنترنت عليه أو الداتا الخاص بالتليفون. نعم. تستطيع أن تصل إلى الموقع الجغرافي الأخير تحديداً الذي يتواجد فيه هذا الهاتف. طيب. نعم. وكمان خلينا ننتقل معك لنقطة مهمة، وهي التحديثات الجديدة والأخيرة اللي شفناها على بعض التطبيقات، ومنها الإنستغرام، شاهدنا ملصقات جديدة في القصص، إيش هذه التحديثات؟ يعني الانستغرام الان عم بيروح باتجاه خلينا نسميه النخبوي. الان التجربه لهذه الملصقات هي فقط للمؤثرين، فقط لجهات معينه من المستخدمين على منصه انستغرام. هذا الجانب. الجانب الثاني انه الملصقات يعني تختص بالستوري اكثر من المحتوى العادي اللي موجود على انستغرام، وانما يعني الملصق الاول مثلا اللي ممكن يكتب ملاحظه مكتوبه دون ان تفتح على الستوري، تستطيع انت كمتابع لهذا الشخص ان تقرا هذه الملاحظه. ادخال الاي اي من خلال
المحادثات الخاصة، يستطيع الاي اي الان اجابتك عن كل اسئلة من الممكن ان تسألها لهذا المستخدم او لهذا المؤثر او لهذا المشهور. يعني بهذا الجانب اكثر منه بالمحتوى العادي، انما الان يختص فقط بموضوع الستوري وتوابع الستوري. في هناك ايضا محتوى مخفي من الملصقات، هذا الملصق يخفي المحتوى حتى انت ترسل رسالة الى صاحب هذا المحتوى، وبالتالي مجرد ما ارسلت الرسالة يقوم الاي اي بالرد عليك، وبالتالي بتصير انت تستطيع انك تشوف هذا الملصق. يعني نوع من انواع التشويق ونوع من انواع التغيير على منصة انستغرام. نعم، يعني كثير شفنا تحديثات في تطبيقات مختلفة، منها في تويتر أو في إكس وفي ميتا وفيسبوك، وهذا شيء جديد ومهم إحنا بنشوفه. شكرا لك أستاذ رائد سمور، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.